باشرت الدول الأعضاء 194 في منظمة الصحة العالمية اجتماعا دوليا في جنيف تحت مظلة جمعية الصحة العالمية للبحث في سبل نظام صحي عالمي فعال بعدما ظهر جائحة كوفيد 19 كأسوأ جائحة يشهدها العالم، وفي ظل التداعيات العالمية للوضع في أوكرانيا وحالات الطوارئ الصحية المستقبلية. In addressing the risk factors for non-communicable diseases, many countries are making progress by reducing the use of health-harming products. المملكة العربية السعودية التي شاركت بوفد رفيع المستوى يترأسه معالي وزير الصحة كانت محط إشادة وتقدير من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في استجابتها للمخاطر الإنسانية الناتجة عن تعاملها مع جائحة كوفيد 19 وبعض الطوارئ الصحية. في العادة تشيد المنظمة ولله الحمد بمجهودات المملكة العربية السعودية في كثير من الأمور. أولها طبعا إحنا عندنا مراكز متعاونة مع منظمة الصحة العالمية، عندنا مركز طب الحشود، عندنا مركز مكافحة الأمراض المعدية، عندنا مركز تعاوني اللي هو ميرس، وعندنا مركز تعاون للمدن الصحية، كذلك الآن عندنا مركز متعاون للإنفلونزا. ويمكن أحد المشاركات الرئيسية للمملكة دائما في مجهودات مكافحة العدوى يشاهد بها في المنظمة، وكان آخرها من حوالي 3-4 أسابيع أشادت المنظمة في تقريرها بجهود المملكة في برنامج تطهير الأيدي في المنشآت الصحية. وفي إطار جهودها الدولية تقدمت المملكة بحدث علمي جانبي خاص بالإنفلونزا، كما دعت خلال رئاستها لمجموعة العشرين لاجتماع دولي طاري للبحث في جائحة القرن، هذا فضلا عن مساهمتها الإنسانية عبر مركز الملك سلمان ومساندتها للدول ذات البنية الصحية الهشة وسط تحديات تشهدها الساحة الدولية. وبمشاركة سعودية رفيعة المستوى تنعقد الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.